وادي المكشوفة بشكل بسيط وجميل، وكل واحد ياخد قطعة كده على قده. يلا كل سنة وانتم لا طيبين. رايحين نبتدي مع بعض وصفة الكنافة بتاعتنا، اول وصفة بتاعتنا الكنافة النهاردة اللي هي نقول عليها المكشوفة. عندنا هنا هناخد ربع كيلو من الكنافة، احنا هنقطعها بقى صغير جدا زي ما انتم شايفين كده، اما تستعملي المقص او تستعملي الكبة. وهنركنها على جنب دلوقتي. نبدأ بقى نعمل ايه الحشو بقى بتاعنا، يعني نبدأ نعمل الحشو بتاعنا. في البداية عندي 500 مل من الحليب، أضيف عليه 150 جرام من السكر، وده السكر حسب التذوق، يعني عايزة أقل حطي عايزة أكتر حطي. هنضيف عليهم معلقتين كبار من الدقيق، أضيف عليهم معلقة كبيرة من النشا، وهبدأ إن أنا أدمجهم كويس. طبعا احنا هنا طبعا بعد ما دوبناها تمام، بس عشان نتأكد بقى انها يعني ايه مفيش اي حاجة عالقة، انا احب اصفي كده. مجهزين معانا علبة قشطة، مجهزين معانا فانيليا، مجهزين معانا قطعة شوكولاتة، ومجهزين معانا كمان معلقة زبدة. وتعالوا نكمل احنا هنعمل ايه. طبعا هنفضل نقلب على النار لحد ما السمك بتاعنا يتقل، بس طبعا انا هضيف معلقة ونص من الكريم شانتيه، ده هيدعم الطعم بتاعها ويخلي طعمها طيب. هضيف قطعة شوكولاتة تدوب معايا، يعني حوالي 20 جرام. نضيف معلقة الزبدة، وهضيف كمان علبة القشطة لو متوفر معانا. ممكن نعملها من غير كريم شانتيه، من غير قشطة. هات العين، انا عايزاها بالشكل ده كده. هضيف بقى فانيليا، انا طفيت النار وهضيف بقى الفانيليا. هغطي الوش طبعا بأي كيس عندي يتشمع، بحيث ان هي ما تربيش وش معايا، واسيبها لحد ما تبرد خالص، وبعد كده ادخلها الثلاجة شوية صغيرين. بعد كده نفضل ان احنا قلعنا نور النار، وحطينا هنا شوية زيت، وهنبدأ ان احنا نحط بقى الكنافة ونقلب فيها لحد اما تتحط. عندنا هنا ربع كيلو من الكنافة، انا هحط حسب ما المكان ده ياخد يعني. هي في البداية تحس انها بتجمع كده مع بعضها، بس بعد ما تتحمص هتلاقيها بتفرد تاني لوحدها. هبدأ اهدي النار خالص زي ما انتم شايفين، وابدأ ان انا ايه طبعا هنا انا عملتها على مراحل عشان اعرف بس ان انا اعملها الكميه اللي انت عايزاها. ممكن تعملي كميه اقل كميه اكتر، فهنا زي ما انتم شايفين هسيبها لحد اما تبرد ونبدا نشتغل فيها. ونجهزها معانا متقطعه. هضيف عندي هنا يعني ده سوداني مفهوم،
التقيل ده بقى حسب ايه، حسب الحاجة يعني، بحيث انه يلملي الجزئية دي تتشكل معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده انا حطيت الشربات، وهنا معايا بحط الشربات شويه بشويه لحد ما اشوفه يعني يكون معايا كده الكنافه بتاعتي قبل انها تتشكل بسهوله. فاحنا عندنا هنا بقى ايه، نبدا بقى الشغل بتاعنا. بس كده احنا غلفناها. هنبدأ ان احنا نحط على الجوانب. ضغط كويس. ببرمها كده عشان خاطر تلم كويس معايا. برميها كده شايفة، بس كده اخليها بالشكل ده كده. ببدأ ان انا اطلعها كده براها ليها. باقي بقى ان احنا ناخدها وندخلها الفريزر ساعتين. معلش، الفريزر نص ساعة، او التلاجة بتاعتنا ساعتين. ودي شكلها بعد ما طلعت بقى من التلاجة. يعني لو احنا هنا بصينا كده، ممكن تسيبيها وقت اطول. انا بس عايزة اوريك واحدة، يعني مش هنفتحهم كلهم. نقول بسم الله. هي بتطلع الاكل على طول. وادي المكشوفه بشكل بسيط وجميل، وكل واحد ياخد قطعه كده على قده. يلا كل سنه وانتم طيبين.